بدي رحب فيكم مشاهدينا بحلقتنا الجديده لليوم من برنامج ابداع العلوم. طبعا برنامجنا ما هو الا تفاعلي بسيط يسمح لنا من زياده المعرفه العلميه بطريقه مثيره للاهتمام وايضا جذابه وساحره وسهله ايضا. تجاربنا اكيد رح تكون سهله وبسيطه وامنه مثل ما عودناكم بكل حلقه من حلقاتنا. من خلالها رح نستخلص النتائج والتفاسير العلميه للشيء اللي بيصير من حولنا، ويمكن لحتى نفسر ظواهر كثيره. هي الظواهر العلميه بتكون بسيطه بمضمونه ولكنها من النظره الاولى بتبين انه هي صعبه. اكيد معنا ما في شيء صعب، حلقاتنا اكيد فيها كثير من المعلومات المفيده والمهمه. اكيد رح نبدا مباشره مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. رجعنا مشاهدينا لنبدأ بتقرير المعلومة اللي نحن ناخذ منه معلومة عن مادة لا يخلو منها أي مطبخ. هاي المادة هي ورق الألمنيوم أو رقائق الألمنيوم اللي بتستخدم عادة لتغليف الأطعمة. لمعرفة المزيد عن هذه المادة خلونا نتابع أوراق الألمنيوم بهذا التقرير وناخذ معلومات جديدة وجميلة، خليكن معنا. الألمنيوم هو الألمنيوم معد بورق رقيق بسماكة أقل من 0.2 مليمتر، قد تصل في بعض الأحيان إلى سماكة 6 ميكرومتر. يستخدم لتغليف الأطعمة. إن هذه الرقاقات تكون مرنة وبسهولة يمكن ثنيها وجعلها تلتف حول الأشياء. بورق الألمنيوم وجهان، أحدهما لامع والآخر غير لامع. يستخدم الوجه اللامع لتغليف الأطعمة الساخنة، ويستخدم الوجه الغير لامع لتغليف الأطعمة الباردة. ويذكر أن ورق الألمنيوم مصمم لتغليف الأطعمة وليس لاستخدامه في عملية الطبخ. لا يصح إدخال ورق الألمنيوم إلى الفرن لأنه يتفاعل مع مكونات الطعام الحامضي مثل الخل والليمون والصلصة والبهارات، وبالتالي ينقل ذرات الألمنيوم للطعام. والدليل على ذلك تغير لونه إلى اللون الغامق أي يتأكسد. لا يصح استخدام ورق الألمنيوم في تغليف اللحوم أو في أغراض الشواء. إذن مشاهدينا بعد ما تابعنا تقرير المعلومة وأخذنا معلومة ظريفة ولطيفة رح ننتقل للفقرة يلي هي نحن بننتظرها دائما مع الأنسة هبة، وهي فقرة تحدي العلوم. بسرني رحب فيك هبة اليوم. أهلا فيك أحمد. اليوم يعني في شايف هيك مواد كتير، اليوم في تسالي للأطفال وأكيد معناتها نحن معنا كمان حنين وألما، هن اليوم ضيوفنا. أهلا وسهلا فيك ونتعرف عليكم بالبداية. بدأ من عندك حنين، عرفينا عن حالك أكثر، بأي صف، عمرك، هواياتك. حنين الصف السابع المدرسة اللاي. وهواياتك شو بتحبي حنين أكتر شيء هيك بيلفت نظرك؟ شو بتمارسي أنت هوايات؟ في رسم، في رياضة، بعرف البنوتات أكتر شيء بميلوا للرسم وللرياضة. رياضة إذن. طيب ألما كمان عارفين عن حالك أكتر؟ ألما بأي صف ألما؟ الرابع. صف الرابع كمان شو هواياتك؟ الرياضة. الرياضة بتحبوا العلوم كمان؟ بتحبوا تعملوا تجارب، فمعناتها اليوم رح نشارك الأنسة هبة بالتجارب اللي بدها تعملها كونه هي قالت انه التجارب موجهه للاطفال. هذا الكلام صحيح هبة ما هيك؟ ايه. طيب مباشره معناتها خلينا ننتقل لنتعرف على عنوان التجربه والمكونات والمواد اللي انت حضرتك جبتيها معي. اول شيء نحن اليوم بدنا نعمل صلصال. نحن سبق وعملنا السلايم. السلايم هو عباره عن نشا. تماما. اليوم الصلصال الملون انا سويتها من امبارح لانه هي بدها وقت لحتى تنشف. هلأ رح نعملها نحن للطريقة. تماما. طريقتها بسيطة وظريفة كتير، ممكن الولد يستمتع أصلا هو عم بيعملها بالبيت أكتر ما أنه يلعب فيها لسه. تماما. هي عبارة عن طحين مع مقادير معينة من مي سخنة وملح. نحن رح نحطهم ونعجنهم كتير منيح
ورح يصير عنا الصلصال. بس نخلص نتركه لحتى ينشف شوي بصير جاهز. قد ايه بده وقت لينشف يعني تقريبا ليصير جاهز؟ يمشي ربع ساعة نص ساعة بالكثير. نص ساعة بصير مثالي يعني بالشروط المثالية وبياخذ قوام الصلصال نفسه. تمام تماما. انا هون رح اسال حنين لبينما ترتبي امورك هبه. حنين يعني احنا بنعرف انه الصلصال هو نوع فينا نقول بيعملوا منه اواني، بيعملوا منه اشكال حيوانات. انتم حنين ولا الما كان عندكم تجربه قبل هلا واشتغلتوا شيء بالصلصال مثلا اواني صحون حيوانات اشكال معينه انتم بتحبوها مثلا؟ جربتوا شيء مره تشتغلوا بالصلصال؟ مين بده يجاوبني؟ حنين جربتي شيء مره؟ ايه. شو عملتي اكثر اشكال عملتيها؟ حيوانات. والما شو اكثر شيء بتحبي تشتغلي بالصلصال ولا الماده اللي بتشبهها المعجون؟ ما هيك هبه المعجون تقريبا الموجود بيشبهها بقوامه يمكن بيختلفوا بطريقه التحضير والمواد الاساسيه اللي تمام. نحن اليوم رح نعمله من الطحين اللي اساسا هو موجود بكل بيت وهي ماده امنه مثل ما بننوه دائما. برجع لك الما، انت شو اكثر شيء بتحبي تعملي اشكال من الصلصال؟ حيوانات. طيب اليوم رح نساعد الانسه هبه هلا وبدنا نعمل عجينه صلصال، وبالنهايه لما بنضيف عليها الالوان رح نشوف شو ممكن نحن نعمل منها. ليك انتم بدي منكم تتخيلوا شو الشغلات اللي ممكن تطلع معكم ومشان نعملها بالاخير هاي الاشكال. بتحبوا يشتغلوا معي على نفس المقادير؟ تمام. نحن بدنا نحط معيار من الطحين. معيار اخذنا كاسه، كاسه احنا اخذنا كبير. كاسه فيكم تجربوا بالكاسه الصغيره اللي معكم. تفضلي هاي لإلك. نعمل معيار صغير ومعيار كبير. طيب بحط لكم هدول هون، وقت بتخلصوا انتم اشتغلوا على كيفكم مثل ما عم تشتغل الآنسة هبه. انتم مطلوب منكم تشتغلوا. هاي كاستك حنين تفضلي. اذا بناخذ مقدار من الطحين ايه، وبعدين شو بدنا نضيف؟ انا شايف هداك الصلصال عملتيه لون اخضر. عملته لون اخضر, أخضر. حلو. هلا بدنا نحط ربع كاسه مي سخنه. عشان احنا مشان ما نضطر انه نحن نرفع المقادير على النار ويكون في اذى للاطفال، فنحن رح نحط مي سخنه. تماما. طيب هلا حنين والما اشتغلوا نفس الخطوه معك، حطوا كاستين طحين من هدول الكاسات الصغار. تمام. بنساعدهم نعطيهم مي سخنه ولا بجوز يلزمك مي نتركها؟ طيب قد ايه تقريبا بنحط؟ بدنا ربع ربع المقدار. ربع المقدار يعني اذا اخذنا تنتين من هاي رح ناخذ فينا نقول نص هاي الكاسه. تمام. هاي مثلا نص، هاي انا ساعدتكم فيها. تفضلوا. بدنا نحط عيار زيت تقريبا تقريبا معلقتين. معلقتين للمقدار اللي انت استعملتيه لكاسه كبيره. اللي معكم معلقتين صغار احنا بنحط. طيب انا لحط هون معناتها معلقتين صغار يعني تقريبا حنين والما عم تشوفوا معي هيك بكفي تقريبا. نحط نقطة ملون. هاي الزيت تقريبا معلقتين صغار. تمام. والملون اللي بدهم يستعملوا حطوا نقطة من هاد. نقطة واحدة حنين لنشوف شو اللون بده يطلع معك. طيب بهذا الوقت اللي احنا ممكن انه عم نتابع معكم هلا حنين والما، حطيتوا اللون الاحمر هو الملون للمعجون تبعكم. تمام. والآن هبه حطت اللون الاخضر. هلا مين بده منكم يخلط؟ حنين ولا الما؟ نحن كان فينا نحط الملون دغري مع المي نحن مشان نختصر الوقت. تماما. بس انا فضلت اني افصل لهم اياها مشان هن ياخذوا اللون. وهيك احسن الدنيا. بيطلع مع المي انا بحس اللون بيطلع متجانس هبه، بينما هون تطلع في درجات لونيه مختلفه يمكن بيعطيها جماليه اكثر. عم ياخذ بلش يصير كمان مع الما نفس الشيء، عم نلاحظ انه عم يتماسك. فيني مثلا لالما نضيف لها شويه طحين؟ انا حاسه رخو اكثر من عندي. ممكن. هلا هي بالنهايه المقادير ما بتضل ثابته من المعيار لمعيار حسب الماده الاساسيه اللي نحن موجودين. صحيح. وحسب الكميه يعني. حسب الكميه. وهي غالبا ما بتكون بالنظر عم الواحد عم. تمام. مثل ما بيقولوا ايده هو الميزان وهو اللي بيحدد المعيار والقوام من ملمسه. من ملمسه. هلا عم تشتد مع الماء. تمام. نحن بنعيد المقادير. كاسه طحين. حطينا ربع كاسه مي سخنه. ما تكون حرارتها منيحه يعني. وحطينا معلقتين زيت، زيت نباتي. مكونات بسيطة. مكونات كثير بسيطة. هلا نحن بس نخلص. إذا بدها تضيف ضيفي لها. تماما. هلا بنضل احنا نعجن لحتى يتجانس المكونات. هلا نحن بنضل عم نعجن على الطحين اللي اصلا ضل موجود معنا بسفل الوعاء. لازم نلم الطحين كله الموجود بحيث انه ما يبقى طحين ابدا بالصحن. لا. مثل هلا هون مع حنين والما بنلاحظ انه ما عاد في طحين ابدا، ومع هيك انا عم حسها طرية.
يعني هلا هي بس تنترك لحتى تبقى نتركها لحتى تنشف هي بتاخذ القوام وبتجمد اكثر. تمام. هلا ممكن نحن احمد ممكن ينضف لها نشا، نحن بنعرف انه النشا بيعطي شويه صلابه والملمس الناعم ممكن ينضف له بيكربونات الصوديوم، بس نحن حسب المعيار اللي بتغير عنا بتتغير طريقه التحضير. تمام. يعني نحن ممكن انه نحط بدال الطحين نشا، ممكن نحط طحين ونشا، بس نحن اخترنا الطريقه الامن بحيث انه ما نضطر نرفع المقادير على النار، لانه باقي التجارب نحن بدنا نضطر انه نحط المقادير على النار ونحركهم بهدوء على نار هاديه. فنحن بس مشان انه يكون في امان برجع لطالبنا العزيز اللي عم بيشاركنا التجربه اذا حب يساويها بالبيت. حلو كثير. برجع بس بنوه لشغله انه انت حطيتي نقط ملون فوق الطحين، وهون بين جمال الالوان وتدريجات بين الوان متماوجه من الابيض للاخضر الفاتح للاخضر المتجانس الغامق شوي. تمام. بينما اللي عملتيها انت العينه اللي محضرتيها كنت حاططيها بالمي صح؟ هي لانه بيني لون اخضر متجانس، بينما هون إذا عم نلاحظ هون على الكاميرا لاحظوا كيف شايف كيف أحمد؟ هاي الفرق كتير حلو. هون أخذي مظهر رخامي، هون تموجات هون رخامية، هون أخذي مظهر متجانس أكثر. متجانس أكثر. هاي ضبطت معكم يا صبايا؟ لك أحمد تبعيتهم طلعت أحلى، طلعت كتير حلو، لون أصفر تمام، أصفر وحيد اللون متجانس تماما. خلينا نفرجيهم للمشاهدين حنين وألما اللون اللي طلع معكم كثير حلو لونها فعلا. طلعيها هون هيك بالنص نلقى هون فوقيها. ايه ايه بدك تعملي ايوه نعمل هيك همبرجر نعمل همبرجر همبرجر تماما. تجانس الالوان كيف طلع هلا اذا قدرنا فينا نحن نمزجهم كمان ونعطي كيف فينا نمزجهم لمحه او لمسه رخاميه كمان بين الاخضر ابيض اصفر بصير هيك. طبعا نحن فينا نخلط الالوان يلي نحن دائما يعني بنستهويها اكثر. تماما. هلا نحن بدنا اول شيء قبل ما نكمل المراحل بدنا نقول انه المواد كلها طبيعيه، ما في اي خطر، ما في اي ماده كيميائيه بالغلط حطها، يعني حاول حطها بتمه. الاطفال دائما عندهم حب الاكتشاف يحطوا الغرض بتمه، فنحن هون كل شغلنا امن. حتى الملون حتى الملون الغذائي اللي بدي اقول لك، هاي الملون اللي بنحطه للاغذيه تماما، ما عندنا شيء صناعي ابدا، يعني امن لدرجه انه هاي العجينه قادرين نحن نستعملها بيتزا، نستعملها فطاير مثلا، نستعملها خبز ملون مثلا، تطلع لوحه فنيه. تحبوا البيتزا حنين والما؟ بتعرفوا من شو بتنصنع البيتزا؟ من العجين. من العجين، برافو صحيح. والعجين من شو بينصنع حنين؟ من طحين. طحين وبنحط مي مثل ما عملت الان سهبة، وممكن نضيف زيت وممكن نضيف هاي المكونات اذا حبينا نخليه بلونه الطبيعي او نضيف ملونات غذائيه. شو اكثر الوان بتحبيها انت حنين؟ الاحمر. الاحمر والما؟ الاخضر. الاخضر مثل ما هلا عم نشوف اللون اللي عملته الان سي هبه. اذا نحن قبل ما ننتقل للتجربه الثانيه هبه، العجين اللي عملناها بننتظر عليها قلت لنا ماكسيموم نص ساعه. ايه بدنا نفردها نحن اجباري على الطحين، نتركها اذا في عندنا ورق زبده او مشمعه ناعمه نحطها على طرف المجمد، بنرش الطحين وبنتركها مفروده، قد ما رققناها بتنشف باسرع سرعه. والطحين اللي عم نحط عليه هي عم يمتص الرطوبه الزائده، بيمتص الرطوبه الزائده بيعطيها صلابه اكثر واسرع، وبالتالي بتصير جاهزه للاستعمال مثل العجين اللي كنتي جايبتيها. وهذه الاطفال لهم حريه انهم يلعبوا فيها بالشكل والوقت اللي بدهم اياه، وحتى بتتخزن هي بالبراد لوقت الحاجه، يعني انه ما طمع. في داعي اذا الطفل مل منا نكبها، نرجع بنلفها ببلاستيك غذائي حتى نقدر كمان نستخدمها مره ثانيه ومره ثالثه. تماما. اذا عرفتوا كيف بينصنع الصلصال حنين والما رح تعملوه بالبيت تلعبوا فيه اكيد، ما هيك؟ وبتعملوا اشكال حيوانات اللي انتم بتحبوا تعملوها. طيب رح ننتقل اذا للتجربه الثانيه مشاهدينا مع هبه لنتعرف على عنوانها والمكونات. التجربه الثانيه نحن هلا بما انه الدنيا فصل صيف نحن معرضين للميكروبات اكثر. صحيح. سبب الشوب وال هي الاجواء والحراره المرتفعه فعلا بتخلي احيانا بعض الاطعمه تفسد بسرعه. اكيد بسبب تكاثر الميكروبات. نحن بالبيت بالسياره او اذا بالشنتايه تبعنا نحط هيك عبوه صغيره، هو التاتش نظامي يلي نحن بدنا نستخدمه لحتى وقت نعقم ايدينا. تمام. هو شغلته كثير بسيطه، نحن رح نحط التاتش. اذا مراحل صناعه التاتش عم نتابع هلا حنين والما والمشاهدين. عندنا عيار من الجليسرين. الجليسرين هي ماده بنجيبها من الصيدليه وموجوده. تمام. تمام. هلا هون انا مجهزه بخاخ صغير. بيلزمنا علبه بخاخ، هاي ممكن تكون مثلا قنينه عطر فاضيه، فاضيه او مثلا قنينه ملطخ جو، قنينه صغيره، اي شيء اي شيء الى بخ، هاي الى الكبسه اللي بتبخ.
رزاز طبعا. رزاز. إذن هذا هو مراحل صناعة التاتش. تمام. التاتش كتير ضروري. نحن بدنا نحط نص العيار اللي حطيناه كحول. كحول كمان هي مادة معقمة، مادة كيميائية معقمة. مادة كيميائية معقمة. وفينا نضيف عليها مي بنفس العيار. هلا إذا عنا مي. مي عادية ولا سخنة؟ لا لا عادية. مي عادية، مي عادية ما بتفرق. تماما، إذا بنفس المقدار بنفس الكاسة اللي احنا ايه نحن بدنا نضل عم نشتغل على نفس المعيار. بنفس الكاسة بنستعمل فيها المقادير الثلاثة أو المكونات الثلاثة. ما نزود، يعني الجلسرين يكون أكثر شوي، ما في مشكلة أبدا. يعني إذا قلنا كاسة جلسرين ثلاث أرباع مي وثلاث أرباع شو كمان حطينا؟ ساعدوني حنينو، الماء غير المي، شو حطينا؟ كحول. تمام؟ كحول هلا وجلسرين ومي. هلا احنا بنعرف التاتش معطر. هاد بيقول لك التاتش بنعرفه انه له ريحه بتكون. انت اخترتي نكهه الورد. الورد حطينا نكهه الورد. حلوه كثير، وصلت لعندي الريحه. تمام. وبعدين هيك صار التاتش عندي جاهز. بنحاول نحن نرج العبوه لحتى تتجانس، حتى نعمل تجانس بالمكونات يلي عندنا ويصير كلياته يدخل ببعضه. فهلا هذا صار عندنا جاهز للتعقيم وللاستعمال. تمام. ريحة الورد كتير حلوة هبة، ظريفة. فينا نحن نستعمل مثلا عطر الليمون، فينا نستعمل خلاصة العطور، ممكن تكون زيوت مستخلصة من النبات، ولا ممكن تكون بس انه فقط اي عطر بالبيت. اي عطر موجود عندنا بالبيت نحن فينا نستخدمه. تماما. عطر نحن بنحبه نحن فينا نستخدمه. حتى عم يعطي شو للجلد؟ يعطي رطوبة. رطوبة ونعومة، خصوصا بالشتوية وقت بصير في قشب. اكيد الجلسيرين هو مرطب فعال كثير للبشرة. يعني بنفس الوقت بكون نحن عم نستعمله كتاتش وايضا كمرمم للخلايا الجلدية اللي عم تتشقق نتيجة القشب اللي بصير بالبرد. إذا هاي طريقة لصناعة التاتش يلي بنستعمله كمعقم وكمطري للجلد وتحديدا في اليدين. انتوا بعادة حنين وألما على المدرسة بتاخذوا معكم علبة التاتش ما هيك؟ وكثير نحن بنعرف انه كل طلاب المدارس بياخذوا هاي العلب، خصوصا اذا كانوا هبة عم ياكلوا بس اكلات طيبة ولا أكيد. ساندويش ولا بتتلوت ايديهم ومو معهم وقت يروحوا يغسلوا. نحن كل شوي نحط شوية معقم على ايدينا مشان هالجراثيم ما تسبب لنا الامراض. تماما، لانه انتشارها بالصيف بيكون اكثر من الشتويه بسبب ارتفاع درجات الحراره. تماما تماما. اذا انتم من يوم رايح حنين وألما صرتوا تعرفوا هلا تعملوا التاتش. تمام. ونحن فينا نحط كمان ملون اذا قصدناه، نحن نعطي اللون، حطينا ملون بياخذ اللون اروع. طيب خلينا نحن قبل ما نختم هاي الفقره معك هبه ارجع لعند حنين وألما، نرجع سوا من عيد المواد اللي استعملناها بصناعه التاتش. بتتذكروا شو استعملنا؟ مقدار او كاسة تقريبا من الجليسرين هي الاساس. تمام. ساعديني هبه. كحول ومي وكحول وكمان حطينا شيء للريحه معطر. واذا حبينا نخليه ساده نخليه مثل ما هو، او اذا بدنا نضيف له ماده ملونه. اذا ما بدنا معطر ممكن اي نوع كلوني عندنا بالبيت نحط منه بس نقطتين. تماما. شيء يعطينا ريحه طيبه عشان نحن هيك نحس بالانتعاش اكثر. صحيح، وهذا الشيء اللي بيميز فينا نقول الصناعه اليدويه والمنزليه. أكيد. يعني انه بتكون معموله بشغف وبتكون معموله بحب اكثر الشيء، غير انه لما نحن بنجيب ماده بنشتريها جاهزه. بتوافقوني الراي حنين والمامو؟ طيب معناتها انتم تعلمتوا التاتش فبتصيروا تعملوه مشان وقت المدرسه بتاخذوه معكم وبتصير تعقموا ايديكم. وحتى هلا مثل ما حكيت هبه بالصيف ضروري يكون في عندنا هيك عبوه لحتى نعقم ايدينا كل فتره وفتره. بدي اتشكرك هبه، اليوم التجربتين كثير حلوين وكثير يعني بيناسبوا فصل الصيف والعطل تحديدا، يعني أكيد. لحتى تعبوا شويه فراغ وقت الفراغ للاطفال. تماما. انت بالنسبه للاطفال اللي بدهم يلعبوا بالصلصال بتنصحي يعني تقريبا فينا نقول لاي عمر موجهه هاي التجربة مثلا؟ ما فيني حدد عمر، لانه في فئة من الاطفال عندها موهبة. يعني انا لما بكون قاعدة ودايق خلقي بقعد بتسلى فيهم احمد، بعمل منهم اشكال، ممكن تعمل لوحة. ما بتوقف القصة عند حجم صغير او صح. شكل واحد، انت ممكن تعمل لوحة فنية متكاملة. الخيال والابداع صار هو اللي بيفرض. تمام. نفسه هو يعني. اللي بيفرض نفسه مو العمر ابدا. تماما. اذا حنين وألما عم يتحسسوا قطعة الصلصال اللي هي بالاساس انت كنتي عاملتيها قبل واخذت وقتها ونشفت منيح. برجع بقول لحتى ننشفها منيح بنفردها وبنحطها على طبق حين. مرشوش طحين او على رخامة المطبخ مثلا بنحطها. فبالتالي هاي اللي عمليتها الآن سي هبة اللي اخذت وقتها ونشفت، والثانية اللي عمليتها
حنين وألما وكمان اللي عملناها هلا الخضراء. إذا الصفرة هي كانت اختيار اللون طبعا لا حنين وألما، والخضراء كانت الأنسي هبة. هاي الطبقتين بدهن وقت مثل ما ذكرت لينشفوا، ومنسرع لحنا عملية التجفاف برشهم بالطحين مثل ما قلنا ليمتص الفائض من الرطوبة. أهم شيء بعدهم عن الحرارة، ما يكون في حرارة. ليش هاي معلومة جديدة؟ لا نحن بدنا نعرضهم للبرودة، نحن بدنا نسحب الرطوبة اللي فيهم. تمام. ما بدنا حرارة، حرارة رح تعطيها رخاوة أكثر. صحيح صحيح، معناتها يفضل نحطها بالبراد. يفضل يفضل تماما. أنا بدي أرجع أتشكرك هبة، كانت كثير التجارب حلوة اليوم وظريفة. كانت تجاربنا لطيفة ودائما هي لطيفة مشاهدينا تكون عجبتهم. ودائما بدي أقول إنه هي مواد بسيطة موجودة بكل منزل وآمنة أكثر شيء وأهم شيء. شكرا لكم حنين وألما شاركتونا بهاي الحلقة، وشكرا لك هبة. شكرا لكم. فأكيد نحن منتظرينك بحلقة قادمة لنشوف اختياراتك من التجارب البسيطة والآمنة وشو هي المواد، وأكيد رح أقول إنه بنخليها مفاجأة شو هي التجارب أكيد. تكون بالحلقات القادمة لأنه أكيد رح تكون ممتعة مشاهدينا. طبعا مستمرين بفقراتنا التالية من إبداع العلوم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. بعد الفاصل رجعنا مشاهدينا لحتى نجيب اليوم عن تساؤلات الطلبة. هاي التساؤلات بتهمنا، وتقديم الجواب العلمي لتساؤلات إن هو مسؤوليتنا. منتابع معا فقرة سؤال وجواب. طالبة شهد موزة، أحب أن أطرح سؤالاً لبرنامج إبداع العلوم. لماذا عقارب الساعة تتحرك من اليسار إلى اليمين؟ لماذا تتحرك عقارب الساعة من اليسار إلى اليمين؟ قبل اختراع الساعة الميكانيكية استخدم الأشخاص الساعات الشمسية لمعرفة الوقت، والتي ظهرت لأول مرة في نصف الكرة الشمالي، حيث كانت حركة الشمس تجعل الظل يتحرك من اليسار إلى اليمين، وهي الحركة ذاتها التي تم اعتمادها عند اختراع الساعة الميكانيكية. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج إبداع العلوم. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشيء اللي قدمناه لكم. مني ومن فريق العمل أجمل الأمنيات، نلقاكم بخير. إلى اللقاء.